جديدة الأخبار، الرقابة الإدارية تواصل ضبط المخالفين لقانون تنظيم النقد الأجنبي استكمالا لجهود هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على الاقتصاد القومي وملاحقة المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. فقد تم ضبط تشكيل عصابي جديد يقوم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي في العديد من محافظات الجمهورية، حيث تمكن فريق هيئة الرقابة الإدارية فجر اليوم من ضبط عدد 7 متهمين من المتاجرين بالنقد الأجنبي مستغلين تجارتهم في مزوغات الذهبية كستار لنشاطهم المؤسم تحقيقا للربح السريع.